أنا أحمد شكرون من كفر رمان النبطية، دارس هندسة ميكانيك. بالأول أنا كان بدي بلش تصنيع مكنات CNC. عملنا أول مكنة قدرنا نلاقي لها حدا نبيعه إياها، بعدين لقينا أنه حاجة السوق لكمية مكنات مش كتير عالية. خطر عبالي فكرة تانية أنه أنا أصنع مكنة لإلي تأشتغل أنا عليها وصير أعمل كمان برودكتس وزعها بقلب السوق غير المكنات. سو الإشياء اللي بقدر أعملها بهذا البرودكت بتختلف من إشياء كتير صغيرة مثل أعمل زينة للشوكولا لحد أني أشتغل على furniture based stuff، اشتغل على مكاتب، كراسي، طاولات، حتى اني قادر اروح اكثر من هيك واني اشتغل على ديكوريشن كامل بقلب البيوت. كان دائما مشروع جيل عم بيساعدني من ناحيه التشيك اب اللي بيعملوها. كان في عنا كذا حدا من تيم نوايا عم بيجي بيعمل عندي تشيك اب، كمان كان عم بيعملوا لي لينك على الجوائز المختلفه اللي كان المشروع عم بيكمل يعطيها. فانا من وقتها لهلا ربحت جايزتين تانيين غير التمويل الاساسي.